بدأت حركة سوق الانتقالات المصرية تطرق أبوابها بإثارتها ومفاجآت، رغم أننا ما زلنا في نص الموسم، نص الموسم الكروي المصري يعني، لكن كل الأندية بدأت تدور على احتياجاتها الموسم الجديد، واللي زمان كان بيتنافس عليه الأهلي والزمالك بس بقى بيتنافس عليه خمس أندية على الأقل. سوق لاعبين التنافس بيه بقى صعب جدا، والأسعار كمان بقت مش منطقية أكتر، أسعار بيحكمها التنافس والمزايدات مش المستوى الفني والمهارات. المهم إن الشاطر اللي يدور بس على احتياجاته مش مجرد فوز بالمزاج.